انا مشارك في غير في صندوق الدنيا، في فيلم اتعطلنا شويه فيه بس ان شاء الله هنكمله، وهو شريط رقم 6. وبعد كده عندي فيلم ان شاء الله جاي مع رامز جلال، وده انا متوقع ان هو هيكل نظمي، وانا بحب رامز جدا وبحب الشغل بتاعه. لا ما هو في الفيلم بقى احنا مع بعض، مش مقالب، بس انا بحب رامز عشان كده ما ضايقتش يعني من المقلب بتاعه خالص، بالعكس كان لذيذ. لسه احنا بنجهز لده انف وثلاث عيون، طبعا الكاتب العظيم الراحل احسان عبد القدوس، وهو اتقدم قبل كده في السبعينات، وان شاء الله ان احنا نعمل حاجه تكون مختلفه عن الفيلم وتبقى من روح الروايه بس معاصره.